إلى البرازيل ستشد الأنظار وتحت الأضواء قرعة المونديال في وطن لا يتحدث إلا بلغة كرة القدم. 32 منتخبا سيوزعون على 8 مجموعات، كل واحدة منها تضم 4 فرق. المباراة الأولى من المونديال ستقام في 12 جوان في ساو باولو، والمباراة النهائية في 13 جويليا بريو دي جانيرو. ممثل العربي الوحيد في هذا المونديال الجزائر سيكون على موعد مع التاريخ في رابع مشاركة له، حيث سيتعرف الخضر على منافسيهم الذين سيحاولون الوقوف في طريقهم للمرور إلى الدور الثاني، هدف ستسعى إلى تحقيقه كتيبة المدرب فايد أليلوزيتش. على الأقل كي لا يكون حال محاربي الصحراء كما حدث في مونديال جنوب إفريقيا الأخير، أين خرجوا من الدور الأول بخسارتين قاسيتين أمام سلوفينيا وأمريكا وتعادل عادل أمام إنجلترا. أمنية التأهل إلى الدور الثاني يتقاسمها الخضر مع أنصار من ذهب ساندوهم داخل وخارج الوطن كبارا وصغارا. بلاد السامبا أو أرض كرة القدم لا زالت تسابق الزمن لإنهاء بناء الملاعب، ومعها تطوير استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة أي طارئ قد يفسد هذا العرس العالمي، وفي مقدمتها احتجاجات شعبية تعودت عليها جل المدن هناك. القرعة وحدها من ستحدد سقف الطموح لدى المنتخبات في كرة القدم التي لم تعد تعترف أصلاً بالكبير والصغير، وقصص حسم نتائج المباريات في الثواني الأخيرة تؤكد ذلك.